لا هو مش كرم يا خالد، هو مش كرم، ده حق الناس وحق العمل. وانا عارف ان الموازنه بتاعت الحكومه ليها حدود، واللي انا بجيبه بجيبه من برضه عشان الناس تبقى سامعه وفاهمه. انا بجيب مثلا من وعاء زي وعاء تحيا مصر يا خالد وقناه السويس يا فندم. انا ما انا هقول يعني هقول برضه ده لما بوضحها للناس، فرصتنا دلوقتي الناس تعرف ليه احنا حريصين على ان احنا يبقى عندنا سندي نقدر يعني نجمع فيها اموال، والاموال دي تستثمر والعوائد بتاعتها يستفاد منها في موضوع زي اللي انت عرضت عليا من كام شهر وقلت لي محتاج مليار، وقلنا من تحيا مصر، وقلنا من صندوق هيئه قناه السويس. كتير قالوا ايه الصندوق بتاع هيئه قناه السويس ده ازاي يعني، مش كده يا دكتور؟ يا جماعه انا يعني هي افكار، لو قلت لو انا اديت الفلوس كلها للدكتور معيد ولا قد كده 10 مرات، مش كده يا دكتور؟ والله صحيح اللي حدهوله خلاص. طب ما لو كان بيدي كان اداك، او هو بيديك اللي ليك يعني. فالفكره كلها ان احنا يا خالد، وبقولها للناس في مصر حتى للناس اللي هي بتسمعني دلوقتي، انا عمري ما اتكلمت على الصندوق ده وقلت للناس اذا كنتوا عايزين يعني تقدموا حاجه لبلدكم، الصندوق ده بيقوم بدور كبير قوي، بس احنا ما بنتكلمش عنه كتير. صندوق تحيا مصر بيقوم بدور يعني في اي حاجه بيتم نتزنق فيها نقول خدوا من الصندوق مليار او اتنين. بالمناسبه الفلوس اللي موجوده في الصناديق دي تحت اشراف مباشر لمين؟ الجهاز المركزي. لا انا قالها.